ضفاف ثقافية. نترصد الكاتب والكتابة والكتاب، نفتح السيرة بصدق معرفي، نقف على الراهن الثقافي والفكري بكل موضوعية. ضفاف ثقافية، إعداد تقديم الأخضر بختي، إخراج جبار محمد عبد العزيز. بكوب الشراب المرصع باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البدير انتظرها أن تهاجر إلى حلمك ممتطيا أجنحة المعنى، أن تروي ضجر العمر بماء المحبة، أن تقرأ ميلادك لنشيد السماء البعيدة، أن تعبر برزخ المآثم على شفرة أو رقصة أو أغنية أو حلم ينبت في أعراس الحنين، أن تمسرح الخطوة واللمسة والإماءة والرؤى، أن تولد على جبهة النص إنسانك الإنسان، فتلك هي الحياة. أهلا بكم وطيب الله ممساكم. ضيفتي اليوم اختصارا الفنانة والممثلة العباسية عميري. العباسية عميري ممثلة قد نستغني معها على كل ديكور، فهي الصغيرة المطعمة ببراءة الفراش في مسرح الطفل، وهي الكبيرة الشرسة في مسرح الكبار. سعيد أنا بها اليوم ضيفة وفنانة وصديقة. الفنانة المسرحية عباسية عميري، مساء بهي جميل كبهاء هذا الصيف، أهلا بك ومرحبا في رحاب ضفاف ثقافية. مرحبا بك وشكرا على الدعوة صديقي وأستاذي سيد بختي. أشكر كل الذين يعني وقفوا بجانبي في مشواري، مع أنه كان متقطع، يعني مرات أغيب وحبي له يجعلني أرجع. مرحبا بك يا الأستاذة عميري. الأستاذة عميري عباسية، يعني لا شك أن الطفولة هي الحامل لما يحدث في حياتنا، وهي المؤسس الكبير لبناء شخصية الإنسان. كيف لنا أن نعود إلى طفولة العباسية عميري؟ أولا طفولتي أنا يعني لم أمارسها مثل الأطفال. بمعنى أنني لم ألعب مثل الأطفال مثلا قريناتي في الشارع. كانت هديتي لو تقول لي ابقي في البيت وشاهدي فيلم. فتشبعت عيوني بالأفلام العربية القديمة، سواء الأبيض والأسود أو أفلام السبعينات والثمانينات، الزمن الجميل. لذلك يعني ينادونني في البيت بالمرأة القديمة. لي يعني لحبي، أنا أحب كل ما هو قديم، سواء في اللباس، في الأمور التقليدية أو الأفلام أو كل ما هو قديم أثري يجلبني. وهل الأستاذ العباسي عميري، هل المسرح يعني بدأ كهاجس منذ الطفولة؟ أكيد. تعرف أنت ممكن الشخص الثاني الذي أقول له، في يوم من الأيام في طفولتي أهداني صديق والدي رواية وقصتان. الرواية الأولى بعنوان باللغة الفرنسية، يعني كنت أدرس في الابتدائي،
الرواية الأولى بعنوان Les Anges Noirs، الملائكة ملائكة السوداء. السلام. والقصة الأولى بعد الرواية هي لمكتشف أمريكا كولومبوس. جميل. والقصة الثانية لشكسبير الرائد يعني. فبعض المرات أقول ربما حدد لي هذا الصديق مساري بدون أن أعلم. ربما هي الأقدار يعني. ربما هي الأقدار طبعا. فمنذ صغري وأنا أتمنى أن أكون ممثلة. طبعا في البداية كنت أتمنى لما شاهدته من أفلام، دائما أتمنى أن أكون ممثلة يعني مثل الممثلات الزمن الجميل كما كما قلت. لو نتحدث قليلا أستاذ عباسي عميري عن ماذا تفعلين، عن ماذا، ما هي مسيرتك اليوم يعني المهنية؟ مسيرتي الآن يعني في الحاضر هي طبعا دراستي كطالبة في علم نفس سنة ثانية. جميل. بالرغم من أن بعض الزملاء اللي يعني زملاء في الفن يعني أنابوني، يعني كيف أنك تحبين المسرح وذهبت إلى علم النفس. لكن لما درست علم النفس وجدت أن علم النفس والفن أو المسرح يصبان في نفس الكأس، أكيد، ألا وهو أكيد. الإنسانية. كل من يشعر بالإنسان أظن أنه يذهب إلى علم النفس أو إلى المسرح، لأن علم النفس يشرح النفس الداخلية، أكيد. يشعر بها. يعني من المستحيل أن يدرس شخص علم النفس بدون أن يشعر بالآخر. والشعور بالآخر يعني هو شعور إنساني أكيد. كبير. أما المسرح فهو يجسد ذلك التحليل أو التشريح. كلام جميل. طيب الأستاذ عميري عباسي، يعني الكثير من الممثلين خاصة في المسرح يجدون أن حياة أن المسرح هو حياة أخرى، حياة موازية لحياتهم العادية. طبعا هل المسرح بالنسبة إليك هو حياة تنفرد عن حياتك العادية؟ أكيد. انظر، في 2017 جاءتني لا أدري حالة أنني رفضت بأن أمارس المسرح، فاكتفيت بالدراسة. وفي البيت قلت لهم يعني خلاص أنا لم أعد أحب المسرح ولا أريد المسرح. حالة نفور. نعم. ولماذا يعني جاتك هذه الحالة؟ لأن عندما تغلق الأبواب في وجهك والأعين تغض نظرها عنك، فتبدأ تقاوم وتقاوم، في لحظة من اللحظات تشعر وكأنك تقول في نفسك ربما هذا الباب لا يريدني، فلماذا أنا يعني هذا الاقتحام، لماذا أنا مقتحمة نفسي في باب لا يريدني، لا يريد أن أفتح أغير أمامي يعني. نعم. أغير الباب. ماذا يمثل لك المسرح الأستاذة؟ الراحة. الراحة النفسية والراحة طبعاً الوجودية. أكيد. طبعا انظر في علم النفس يقول في ميكانيزمات دفاعية، يعني حتى الإنسان ينفس يتنفس. من بين هذه الميكانيزمات حتى لا يذهب الشخص إلى أمور سلبية، نحكي لك على الأمور الإيجابية. من بين هذه الميكانيزمات هي أن مثلا يعني هذه الآليات الدفاع طبعا التي حتى لا تذهب إلى مواجهة الصعاب. نعم. هي مثلا يذهب الشخص للمطالعة، مثلا ممارسة الرياضة بأنواعها، المسرح. وأنا قد راحتي اختارت المسرح. يعني هذه عملية تفريغ يمارسها الإنسان. تفريغ أكيد. الأستاذة عميري عباسية، يعني رأيناك يعني في بعض المسرحيات الخاصة بالطفل، كما رأيناك يعني في أعمال خاصة بالكبار، أين تجد العباسية عميري ذاتها ولماذا؟ انظر، مسرح الطفل هو بدايتي. كيف؟ من 2011 لما فتح المسرح الجهوي سيرات بومدين، قمنا بتربص في ورشة
أنا وبعض الزملاء من بينهم زميلي مذكور تامر اللي أنا الآن أعمل معه في فرقة، فرقة آمال سعيدة، من بينهم نقار كريم، من بينهم الأستاذة وزميلتي أحييها بوري إيمان. نوجه لهم تحياتنا. نعم أكيد. يعني هناك عدة أصدقاء، يسمحوا لي إذا ما ذكرتش بعضهم. كان تربص في الورشة دام ربما مدة شهر أو ثم بعد ذلك، بعد الورشة هذه قمت بمسرح، المسرحية أيضا بعنوان المقلمة، اللي كانت فكرة للأستاذ حبيب بوشامة، وكانت يعني عمل جماعي كتابة. كنت أنا وشخصيات أخرى اللي حاولوا أنهم يوضعوا حوارات، لذلك أنا يعني أحاول أن أقول أن الورشات شيء جميل، أن الشخص إذا حب أنه يتعلم ويأخذ الخبرة أن يدخل في الورشات، لأن الورشة هي التي تعلمك. ولا حبذا لو كان هاد الورشات أيضا يكون مؤطروها أساتذة ذات خبرة ذات دراسة أكاديمية، يعني مش غير أنها طبعاً. يعني لكي يأخذ يعني يتعلم كل الجوانب خاصة النظرية منها أكيد. يعني يتعلم وفي نفس الوقت الخبرة حتى يعني يشكل شخصيته. على ذكر التربصات والملتقيات والمهرجانات، الأستاذة عميري العباسية، ماذا يعني استفدت منها؟ انظر، كل التربصات لا أقول أن يعني ورشة من الورشات لم أستفد منها. حتى لو كانت ورشة قالوا لي اقرأي، وقد شاركت في الكثير منها. أكيد. طبعا شاركت في ورشات في الولاية وخارج الولاية وخارج الوطن. نتحدث أكثر يعني عن الجانب. الورشة الأولى، الورشات الأولى اللي شاركت فيهم طبعا في مدينتي. أول ورشة طبعا اللي حكيت لك عليها لما افتتح المسرح الجهوي سيرة بومدين، ثم طبعا للأطفال، ثم شاركت في ورشة المرأة والسينما، هذا المهرجان المرأة هنايا، ثم شاركت في ورشة أيضا في 2015 في مهرجان الكوميدي بمدينة مدية للأستاذ المغربي عبد الرحمن بن زيدان. شاركت أيضا يعني الملاحظة، وحتى الزملاء يلاحظونني أنني المشاركات تاعي تاع الكتابة أكثر من مشاركات التمثيل، مع أنني أحب التمثيل. وخارج الوطن، خارج الوطن كانت في العراق مع الأستاذ عكاب حمدي في الفلوجة، دائما ورشة للأطفال، لأنه انظر المسرح الطفل من أصعب الفنون. طبعا لأنك تتعاملي مع الطفل، والطفل هو ونفسية يعني كائن حساس، ويعني يجب أن تأخذ حذرك. ماذا تكتب له، ماذا ستعطيه، ماذا ستقدم مهم له، لأنه برمجة. لاحظ أنا لما قلت لك أنا كنت طفلة برمجت عقلي على المشاهدة الأفلام، فربما تلك الأفلام جعلتني أخذ مسار في حياتي. المسرح الطفل كذلك، يعني تعرف تعامل الطفل أصعب من التعامل مع الكبار، لذلك يجب أن نواجه بشكل صحيح، لأن الطفل كورقة بيضاء يعني التعامل معه يعني بحذر، مش مثل الكبار، صريح جدا كذلك ولا ينافق. نعم. ويجب أن تعطيه رسائل يعني ويعني واضحة، يعني رسائل إيجابية إلى غير ذلك. أكيد أكيد. الأستاذة عميري عباسية، يعني لقد قمت بأداء الكثير من الأدوار يعني عبر هذه المسيرة المتواضعة من حياتك على الخشبة، ما هي الأدوار التي تستهويك؟ أدوار الكبار.
كان دور الأول اللي أخذته كان دور لمسرحية نينا، هي هذا من اسم مقتبسة. المسرح الكبار، نعم، مسرح من وجهة الكبار، الكبار. نص للزميل مصطفى بوري، والإخراج لسومية بن عبد ربه، إنتاج المسرح الجهوي سيرات بومدين. وفيه كنت أخذ دور لا بأس به. أنا لا أحترف بدور صغير ودور كبير، لأن بالنسبة لي الممثل هو الذي يعني يضع بصمته. الممثل هو اللي يكون قد هذه المسؤولية. ممكن يكون يعني مشهد صغير ولكن يعني تخلي بصمة كبيرة، يعني هنا تبقى عند الممثل، إما يكون فاشل أو ناجح. أكيد. والتجربة الثانية كانت طبعا من بعدها أنا مارست الأطفال أكثر من الكبار. التجربة الثانية هي اللي قدمناها في الشهر اللي فات، وهي بعنوان 23-59. سنعود إليها بالتفصيل الأستاذ عباسية. الأستاذ عباسية، سأسمحك، لقد نعم. يعني لقد قمت بأداء الكثير من الأدوار، يعني الكثير من الأدوار، ودائما الممثل يسعى إلى التجريب، ولو من باب الفضول. فوجدناك يعني كاتبة للنص، ووجدناك ممثلة. هل تستهويك عملية الإخراج بعض الأحيان؟ بعض الأحيان لما أكتب في نصوصي أجد نفسي يعني أوجه كيف سيكون هذا المشهد، ولما لا، يمكن في المستقبل إن شاء الله. لكن قبل أن تكون مخرج يجب أن تمثل. أكيد. قبل أن تكون كاتب يجب أن تمثل. حتى يعني التمثيل هو يعني هو وتأخذ هذه الأشياء يعني عبر التجربة وعبر الاستمرارية في هذا المجال. المسرح دائما أجد فيه المتعة، لأنك تستعمل كل الأدوار. أكيد. في حياتك الشخصية أنت كشخص، لكن في المسرح تستخرج بعض الأمور أو الداخلية، ربما هي غائبة عنك، النفس الداخلية. لأننا كل شخص فينا داخله شخوص وليس شخص واحد، وربما هذه الشخوص لا تعرفها أنت. بعض المرات بعض المواقف أنت تقول أنا في هذا الموقف، لو كنت في هذا الموقف لا فعلت هذا وهذا، لكن لو أتيت في الموقف ربما تفعل شيء آخر، لا تعرف نفسك. صحيح. ولا يعرفك الغير. الممثلة والفنانة عميري عباسية، أنا شخصيا قد شاهدتك يعني على الخشبة في مسرحية 23-59. لنتحدث قليلا عن هذه المسرحية ولنقف معا على هذا العنوان المثير. أولا هذا النص شيء جميل، أنك تكون يعني تقوم بدور مونودرام وأصعب الأدوار. كان من إخراج الممثل والزميل والصديق زعف مختار، وجهه له تحياتي. مساعد المخرج هو تامي مذكور. الإشراف كان الأستاذ والدكتور أستاذنا الجليل مذكور بالرزوق. أيضا كانت لمسة للدكتور مولاي أحمد. والنص كان للآنسة علمي عمرية، وهي من ولاية سعيدة، بنت سعيدة. شيء جميل أنك يعني يكون إنتاج من سعيدة كنص إخراج تمثيل. هذه 23-59 هو لامرأة تعاني، يعني أنا أول مرة أصادف يعني عنوان من هذا النوع، يعني عنوان ومرقم، عنوان رقمي أكثر منه يجذب أكثر. وهنا وين يكون سر المسرحية. 23-59 هو لامرأة فرح التي تعاني من مرض الشيزوفرينيا، اللي هو مرض الفصام، هو مرض ذهني، بنية ذهانية، مرض عقلي
يعني عنده خلل في الوظيفة العقلية، وأيضا هو يعني ممكن يكون شخص عادي، تراه عادي، لكن موقف من المواقف ينهار. وهذه الحالة من أين تأتي يا الأستاذ؟ من عدة مواقف، ضغوطات نفسية، أحداث جرت لفرح جعلتها يعني في الأخير تذهب إلى مصحة عقلية. الدكتور يعني دائما يعطيها أدوية، مجموعة من الأدوية، لكن في الأخير فرح انتحرت على الساعة 23:59. فرح عانت ما قدرتش تقاوم يعني حتى الأدوية. وهذه بالمناسبة رسالة، حتى الأدوية لم تنفع. ألا ترى صديقي وأستاذي أن الحالات التي تعاني من هذه الأمراض، هل رأيت في يوم من الأيام أن هذه الحالات تحسنت؟ ربما يعني بعضها يعني دائما بالأدوية. إذن يعني هذه ممكن رسالة، يجب أن نعيد النظر في الأدوية التي نقدمها لمثل هذه الحالات. والمسرحية تتحدث عن هذه الأشياء، هذه الأشياء، لأن في الأخير حتى بعد ما أخذت الأدوية ولكن في الأخير انتحرت. فتقول فرح في نهاية المشهد: أنا أحتضر، روحي فارغة، حلمي هو الموت، حلمي مشرط يقطع شراييني، حلمي حبل، حلمي رصاصة تتغلغل داخلي لتزهق روحي، لأن هذا هو حلمها. جميل. وأنا رأيتك الممثلة أميرة عباسية يعني في هذه المونودراما الجميلة، رأيتك يعني شرسة، متمكنة، مسيطرة يعني في هذا الدور. هل العباسية أميري يعني هي كذلك خارج الخشبة؟ عباسية أميري، أنا أرى نفسي والله أعلم أنني قوية في يعني لا أحب أن تهزمني أي شيء، ولكن فرح غير ذلك. فرح عانت الكثير من موت أمها على يد أبيها، من اغتصاب مدير العمل إليها، من موت خطيبها، إلى غير ذلك من التراكمات. هذه التراكمات جعلتها تنهار، فهي تنهار. يعني لو رأيت تلك السينوغرافيا، ذلك البعبع الذي داخل، هو ذلك، تلك السينوغرافيا هي الجزء الداخلي، المعاناة التي تعانيها فرح. فمرات تهدأ بعد ما تتعاطى، المفروض أنها بعد ما تتعاطى الأدوية تهدأ نفسيتها، ولكن بعد ما تسمع أصوات تنهار وتأتي لها يعني تلك النوبة. الممثلة أميرة عباسية يعني والله لا شك أن الكثير من المجتمعات العربية خاصة، بدءا من العائلة وإلى المحيط العائلي القريب، يستغربون المرأة على الخشبة، وبالتالي فهم يمارسون يعني عملية تثبيط لهوايتها وحتى مستقبلها وأحلامها. يعني كيف ترى العائلة لما تقومين به، وهل المجتمع السعودي خاصة يوفر لك هذا الفضاء للحلم وللانطلاق؟ المرأة في مجتمعنا خصوصا المجتمع السعيدي يعني الكثير يروا أنها يعني باستغراب كيف أن المرأة تمثل. فالآن المرأة السعيدية تحتاج إلى الدعم المعنوي، يعني هي هواية مثل الهوايات، هي تجسد شخصيات. مثلا كفرح، حاولت أن أقدم ولو القليل من معاناة تلك المرأة سواء السعودية أو الجزائرية أو في العالم بأسره. فالمرأة دائما تعاني، المرأة بعض المرات لا تغتصب فقط فوق في المكتب أو في المرأة بعض المرات تغتصب بالأعين، أكيد تشعر بها الخسارة يعني. نعم. إذن يعني شيء صعب، لكن أخذت قراري ولا رجعت فيه. يعني أنا لا أجد نفسي سوى
فوق الخشبة. حياة أخرى يعني. طبعا حياة أخرى، أنك تجسد شخصيات بأنواعها، تحاول أن تتغلغل في تلك الشخصيات. ربما يعني ينظر إلي طبعا والدة لا تتفق معي في التمثيل، تتفق معي في الكتابة. تقول أن التمثيل فيه تعب وفيه، بالرغم أنها لم تشاهد ولا مرة يعني الريبتيسيون التي أو البروفات التي أقوم بها، ولكن في نينا كان أول عرض يعني بروفيسيونيل بالنسبة لي. شاهدت أن بعض المرات لما يعني أذهب أخرج خارج الولاية لأقوم بالعروض، فرأت أنه تعب ومجهود، لكن الممثل الذي يحب هذه الهواية لا يجد فيها صعوبة ولا يجد كل تلك الصعاب وتلك يعني التعب، وذلك يجد راحته يوم العرض، وكأنها راحة يعني ذلك اليوم، يعني وكأنه عيد بالنسبة له، يعني وكأنه قدم، وفعلا هو يقدم من يعني من فكره من جسده من وقته، يقدم كل شيء. مهنة التمثيل صعبة جدا. أكيد. الوالدة كما قلت لك تحبذني لو أكتب. يعني تبحث عن راحتك يعني. تبحث تقول لي يعني التمثيل فيه تعب، لكن كتابة أنت في بيتك وتكتبين متى شئت. ولا التمثيل يعني أنك تجابهين يعني وتواجهين عفوا الجمهور. طبعا وهذه بالنسبة مواجهة الجمهور من أصعب ما يقوم به الممثل. ولكن بعد التجربة وبعد خلاص يعني تتعود. حتى أني لما كنت يعني الآن أدرس في الجامعة، يعني عندما كنت مارست من قبل التمثيل ومواجهة الجمهور إلى غير ذلك، فما عنديش ليس عندي مشكلة عندما أواجه الأستاذ والزملاء وألقي مثلا ألقي البحث نتاعي، فلا أجد فيه صعوبة ولا أجد. يقولون لي بعض الزميلات والزملاء أنت جريئة ويعني تقومين يعني تتحكمين في هذه الجرأة، يعني اكتسبتيها من الخشبة طبعا. أكيد الخشبة يعني تجعلك قوي الشخصية، تقوي شخصيتك نوعا في مواجهة جمهور أكيد. يعني مختلف تعلمك كيف تتخذ القرار، كيف تكون مسؤول عن قراراتك إلى غير ذلك. طبعا آخر ورشة قمت بها كانت في مدينة سعيدة، وكانت ورشة للكتابة الدراماتورجية اللي كان مؤطرها أستاذنا الدكتور مذكور بالرزوق، واللي في الأخير يعني قمت بكتابة أو بمحاولة أني أكتب نص مونودرام بسيكو. دائما علم النفس يعني لأنني درست علم النفس، فحاولت أن يعني أكتب شيء عن الذي يعني درسته. ما حبيتش أني يعني أخرج من علم النفس بدون أن أكتب شيء. فكتبت على موضوع الحرية، والتي دائما المرأة يعني هي عقدة تشبه عقدة إلكترا، لأن في علم النفس أيضا هناك عقدة إلكترا وعقدة أوديب الذي أخذها سيغموند فرويد من أسطورة إلكترا. ماذا تقول الأسطورة هذه أستاذة؟ إلكترا؟ لأنني الآن طبعا سأتيك في يعني لأنني الآن مع فرقة مذكور بالرزوق في الجامعة لإلكترا التي طبعا قتلت أمها لأنها تحب والدها. إلكترا الآن أنا يعني في جوقة في الجوقة التي في المسرحية باللغة الفرنسية، في قسم اللغة الفرنسية. كانت تجربة جميلة، ويعني أتعلم فيها الكثير، وتجربة يعني خارج يعني ليست مثل التجارب التي قمت بها.
كونها باللغة الفرنسية يعني مع زميلات أحييهن وزملاء يعني لم أعرفهم، ولكن الآن نحن في عائلة متقاربة. يعني أحيي بالمناسبة أستاذة بحجر سعاد التي هي مختصة في اللغة الفرنسية، التي هي يعني تعلمنا كي النطق اللغة الفرنسية، يعني المعنى، من أنني لست إخصائية في اللغة الفرنسية فأحتاج المعنى، يعني ولكنها إضافة المعنى. يعني دائما نعم اللغة دائما هي إضافة، أكيد يعني. إضافة إلي كتطوير. سأذهب إليك إلى هذه الأسطورة، أسطورة إلكترا. إلكترا هي وهي تختلف عن أسطورة أوديب يعني. نعم. أو عقدة أوديب، لكن في علم النفس هناك مراحل نمو الطفل. 6 سنوات الطفولة الأولى يعني. طبعا إذا كانت مراحل سوية يعني ما فيهاش أزمات، الإنسان راح يكون سوي. كاين المرحلة الفمية وكاين المرحلة الفمية هي البداية الطفل يعني منذ الولادة إلى سنة. كاين المرحلة الشراجية وكاين المرحلة الأوديبية، أو المرحلة الأوديبية يعني اللي فيها عقدة أوديب بالنسبة للطفل، عقدة إلكترا بالنسبة للبنت. عقدة إلكترا اللي بالنسبة للبنت هي أنها تبدأ كما يقول سيغموند فرويد دائما أن البنت تعشق والدها وتكره أمها، ترى أن يعني الطفل يرى أن يخاف من الوالد، أيضا الطفل عقدة أوديب يخاف من أبيه، يكره أبيه، يحب أمه. وهذا ما نراه في تقريبا لا يكرهها، لا يعني الطفل لا يكره أمه أو أبوه، لكن دائما كاين ميل الطفل دائما الولد. وهذا الذي يركز عليه يعني دائما سيغموند فرويد يعني في دراسته لشخصية الإنسان والبنت تميل إلى الوالد. يعني ألم تلاحظ أن يعني لا أدري إذا صادفتك الصداقة مع الزميلات أو دائما البنت تقول أنا أحب أن أتزوج شخص مثل أبي، يشبه أبي طبعا، فهذا نوع من المحبة. طبعا النص تاعي كتبته في إطار مدرسة تحليلية. جميل، كلام جميل. أستسمحك يا الأستاذة عميري عباسية لنعرج على الغرفة التقنية وما اختاره الزميل ربيع في استراحته على الضفاف.
ضفاف ثقافية. عدنا والعود أملح دائما، لنستكمل حوارنا مع الصديقة والفنانة والممثلة عباسية عميري. الكثير الكثير من الأشياء، الكثير من الأشياء في المحيط المسرحي تقلق. ماذا يقلقك بصراحة؟ الشيء الذي يقلقني هو أن الفنان يعني لا يأخذ حقه كفنان، دائما يشعر ربما بالتهميش، أو ربما أشعر بها أنا فقط لا أدري. الفنان يحتاج إلى الدعم المعنوي والمادي. الفنان في الجزائر أو في مدينة سعيدة أو في الجزائر أو في الوطن العربي له قدرات ويستطيع أن يبدع، وتكون يكون عندها قدرات يعني في مستوى عالمي، لكن ما يحتاجه هو الدعم المادي والمعنوي أيضا. الدعم المادي مثلا نحتاج إلى مثلا مشاريع أكثر. أكيد. كيف أنا أخذ الخبرة؟ كيف أكون أنا ممثلة في المستوى؟ أليس بالخبرة؟ طبعا. أليس يعني بالمشاريع وبالمسرحيات وبتنوع المسرحيات؟ فالمسرح تقريبا في السنة يعني يكون عندها يعني مشروعين بالأكثر ثلاث. وهذا الشيء راه مفقود يعني. هذا الشيء الذي يحتاجه الفنان، يحتاج أنه يعمل دائما. الفنان يجب أن يعني المفروض أنه عنده يوميا 6 ساعات تدريب. المفروض لو كان عنده عمله فقط في الفن لكان يعني أبدع. يعني. لكن الفنان اللي يعني يمثل وهو يفكر في أشياء أخرى، فكر مثلا في الكراء. بعض الفنانين غير يعني ليس لديهم عمل إضافي، والكثير الدعم المعنوي أيضا بالنسبة حتى للجمهور أن يعترف بك الآخر، يعني هذا أهم شيء. فالجمهور تجد بعض الأحيان القاعة فارغة. وهذا ما يؤلم الفنان. هذا ما يؤلم طبعا. هذا ما يؤلم الفنان لما يعني تتعب لمدة شهر أو شهرين وفي الآخر يعني لا تجد من يأتي لمشاهدة ذلك العرض الذي أنا أفرح عندما يعني أقدمه لك. أكيد. كيف تنظر العباسية عميري إلى واقع المسرح في سعيدة وكمدينة يعني، وإلى الواقع واقع المسرح في الجزائر؟ كما قلت لك نحتاج إلى دعم. فلنا يعني عندنا قدرات هائلة من الفنانين والفنانات، ولكن نحتاج إلى الكثير. والدليل على ذلك أن يعني الجزائر أو الفنانين يعني شاركوا في خارج الوطن وأخذوا جوائز. فهذا دليل على أننا نملك قدرات طبعا ونملك يعني، لكن نحتاج إلى جمعيات، نحتاج إلى مؤطرين سيدي. مؤطرين ذات خبرة وذات دراسة أكاديمية كما قلت سابقا، حتى يعني ذلك الممثل الذي لا يدرس في الجامعة أو الذي لم يأخذ مكانه في يعني عصامي، أنه يأخذ شيء من النظري زائد الخبرة، فكيف سيصبح؟ أكيد أنه سيبدع طبعا. وطبعا كما نعرف أن سعيدة يعني مدينة سعيدة يعني هي مدينة للفن والمسرح، معروفة بتاريخها المسرح، معروفة بتاريخها. عبد القادر علولة رحمة الله عليه كان يعني أول عرض يقيمه في مدينة سعيدة، والكثير من الأسماء. وأيضا في فترة السبعينات يعني كانت فرق كثيرة من الفرق، ربما 12 فرقة أو في مدينة سعيدة التي كانت تتوج وكانت تأخذ يعني مكانها. كانت سعيدة يعني أنذاك هي عروس المواسم الثقافية. أكيد يعني وفي كل المجالات الفنية وليس فقط في المسرح. جميل. الممثلة عباسية يعني عميرية، وأنا أشاهد بعض أعمالك يعني، وقفت على ملامح ممثلة قد تستفيد منها السينما والله.
تستفيد منها السينما كثيرا، كوجه تختلط فيه الحنية والخشونة والابتسامة المخادعة والذهول، كذلك ملامح متعددة تصنع شخصية نادرة ومؤثرة وقابلة لصناعة الحضور. هل تحلمين بالسينما وبالشاشة العارضة؟ ألا تذكر في البداية ماذا قلت؟ قلت لك أن عيوني تشبعت بالأفلام العربية، فأكيد أن حلمي الأول كان هو السينما. لكن الممثل، في رأيي الممثل يعني يجب أن يمر على المسرح، خشبة المسرح، لأن المسرح الخشبة هي الأم يعني. يعني السينما مثلا الشاشة ممكن أنك مثلا لقطة تعيدها 1000 مرة، لكن في المسرح، وهذه من تقوية الشخصية ومن الإبداع ومن يعني أنك تطور من مهاراتك الفنية، أنك يعني لما يعني تقوم بمشهد أو مثلا مشهد يعني مرة واحدة، إما تنجح أو لا. وهذا هو السعادة. فحلمي طبعا أكيد أن حلمي أن يكون يعني تكون عندي مشاركة في أفلام سينمائية. طبعا كثير من الممثلات التي يعني كنت أشاهدهم في الوطن العربي والشاشة المصرية، من بينهن في الزمن القديم أبيض وأسود، فاتن حمامة سيدة الشاشة، أجد فيها الرقة والحنية، السيدة شادية، صباح، نادية لطفي، تحية كاريوكا، كل شخصية ولها. السبعينات والثمانينات والتسعينات تجد نادية الجندي، شرسة فيها. أحب تلك الشخصية. بالنسبة للممثلات الجزائريات في المسرح طبعا سونيا أحبها كثيرا، فتحة بربر، كلثوم، يعني طاقة كبيرة، يعني العديد من فريدة صابونجي، تلك القوة التي تتمتع بها في الشاشة، لا تهاب الشاشة، يعني كل واحدة من الممثلات. بهية راشدي أيضا، الأم، أجد فيها الحنان، الأمومة تشعر بها. فكل واحدة يعني فيها ميزة، عندها خصوصيتها طبعاً، وعندها أكيد. ميزتها طبعا. الحديث معك والله الأستاذة الممثلة عباسية عميري، الحديث معك يعني جميل بحق، شكرا. وقد أخذنا إلى نبش بعض أو القليل أقول من السيرة الفنية وليست السيرة الحياتية لممثلة يعني بإمكانها تقديم الكثير لو فتحت أمامها الفرص. كيف يمكن أن نختتم هذا اللقاء الجميل معكم؟ أولا أحيي أهل مدينتي، أقول لهم عيدكم سعيد. أحيي أهل الجزائر، أحيي كل الوطن العربي. أتمنى أن تخمد هذه الفتنة، ونحن كجزائريين يعني نحب بعضنا، نحب الخير لنا ولغيرنا. والحب هو الأساس أكيد. يعني. أهنئ بهذه المناسبة العائلة والوالدة، الوالد، أهنئ الصديقات الزميلات، أهنئ طبعا الفرقة التي أنا معها، فرقة آمال سعيدة. وأقول أتمنى أن تفتح لنا الأبواب، تفتح لنا الأبواب بمصراعيها، حتى نؤكد بأننا يعني ذو مستوى عالي، نستطيع أن نبدع فوق الخشبة وفي أي مجال من المجالات الحياتية نستطيع أن نبدع، فافتحوا لنا الأبواب. العباسية عميري، أعلم وأعلم مسبقا أنك تكتبين يعني، وتمنيت أن أسمع، ولكن سأستمع لما هو قريب من القلب. ماذا سأستمع؟ طبعا أنا الآن في هذه اللحظة أمام كاتب، لا أدري سأكون صغيرة أمامك، لكن هذا يعني في البدايات كنت أكتب خواطر. هذه الخاطرة كتبتها في سنة 2014 بعنوان كلمة حق.
أتمنى أن تكون في مستوى. وكلنا أذان النساء إن شاء الله. سقطت كلمة من شفتاي من غير قصد، فسارحت لأحملها من غدر الزمان، لأن خدم الحاكم سيجلدوها 100 جلدة وسيرموها عند باب القضاء لتحاكم. تحاكم لأنها خرجت من زنزانتها، تحاكم لأنها اشتاقت لطعم الحرية، ولكن سرعان ما تلذذت بها حاولت الرجوع لزنزانتها، ويا للأسف فقد رآها جلاد الزنزانة. زنزانتها كانت رقم 90 وهي لجميلة بوحيرد. أخذها الجلاد وبدأ يجلدها بسواط كان لعبيد قريش، جلدها لتحرم أن تزور عقول العبيد وضمائر الحكام. تلك الكلمة كان عمرها هو الدهر، لأنهم سجنوها منذ آلاف السنين غدرا. تلك الكلمة أصحت لديها مرض الفوبيا مع مرور الأزمان. تلك الكلمة أرادت أن ترجع قوة عنترة وقيادة خالد بن الوليد وعدل عمر بن الخطاب. تلك الكلمة أرادت أن تزرع نطفة 1.5 مليون شهيد في بطون كل أمهات العرب. تلك الكلمة أرادت أن تخرج سلطان الجزيرة من زنزانة قصره. يا ترى من منقذها، الحق أم الباطل؟ يقولون أن عيسى بن مريم سيأتي ليخلصها، إذن ستبقى طويلا في زنزانتها، لأن إبليس سيكون لها بالمرصاد أينما ذهبت في جدران تلك الزنزانة. شكرا. جميل والله جميل. وبهذه الكلمة الجميلة نأتي إلى نهاية هذا اللقاء. إذن كانت هذه الممثلة والفنانة المسرحية عباسية عميري التي فتحت لنا قلبها وباحت بما يسكن القلب والعقل والطموح. عباسية عميري التي أفرغت القليل فقط من حلم تدفق، أما الباقي فتركته لمشيئة الله والسنين. سعيد أنا بها في هذا اللقاء، صديقة وممثلة وفنانة العباسية عميري. أقول اختصارا وجه مسرحي وسينمائي أراهن عليه، فانتظروه. إذن كانت هذه ضفاف ثقافية. أنا الأخضر بختي أحييكم كما يحييكم الربيع وراء العارضة التقنية. شكرا لمن تابع وتتبع واستمع واستمتع، والسلام كل السلام على من مر علينا بسلام وعلى المحبة. نلتقي.